هي في فعلا مجال تحقيق الفساد طبعا. يعني مصر خطت خطوات جيده جدا، وامس الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يقود اجتماع في الاتحاد الافريقي على هامش القمه امس، استعرض فيه مجهودات مصر في مكافحه الفساد، وكان اجتماع ناجح جدا ووجد اشاده كبيره جدا من القاده الافارقه ومن كل المهتمين بالشان الافريقي. كذلك هناك تجارب اخرى يعني ممتازه جدا في الجانب الافريقي، تجربه رواندا مثلا يحتذى بها ايضا. كذلك يعني احنا 55 دوله، ففي تجارب كبيره جدا. احنا محتاجين لانه يعني نوجد بوتقه لانصهار وانسجام هذه التجارب مع بعضها البعض، حتى نخرج فيها بالخلاصه، نخرج بالفهم الافريقي. احنا نتبنى ايجاد الحلول الافريقيه للمشاكل الافريقيه، يعني مجرد يكون عندنا 55 دوله، هذه الدول فيها مكافحه فساد بشكل واضح، وقدرنا احنا كاتحاد افريقي جمعنا هذه التجارب ونشرناها في شكل يعني سياسات منسقه بكل الدول الافريقيه وكل الدول الاعضاء، انا اعتقد انه هو دي الاستفاده من التجربه الافريقيه في كل مجالاتها. مصر عندها يعني رياده سابقه، وعندها رياده حاليه، وعندها دور مستقبلي كبير. فاحنا نتمنى انه يعني كل الدول الاعضاء يعني نستفيد من تجارب الاخرين ونطور تجاربنا كذلك من اجل المصلحه الافريقيه العامه. استاذ سفير، حضرتك بتتكلم على فكره الانصهار والاستفاده من تجاربنا، وقبلها كنت بتقول وي ار ليدنج ديفلوبمنت نوت اكسبتنج. هل احنا النهارده قادرين على ان احنا نليد وان احنا نقود تجاربنا، ولا لان لغايه دلوقتي البعض يرى ان احنا ما زلنا نعتمد على الخارج، حتى لو تخلينا عن دول الاستعمار القديم، فدول زي دوله زي الصين او غيره ما زالت هي اللي بتقود التنميه وغيره في افريقيا، ومش قادرين ان احنا نتكامل بشكل حقيقي؟ انا اعتقد انه يعني افريقيا من القارات التي ظلمت كثيرا في فتره من فترات التاريخ، وإنها نهب ثرواتها ونهب أبنائها، والآن حتى من القضايا الملحة اللي تعالج في هذه القمة قضية الهجرة، وأنا أعتقد أنه يعني أكبر يعني فترة حصل فيها فترة برين ووشنج، غسيل أدمغة في العالم، هي فترة الاستعمار. كون أفريقيا ترجع بعد كل هذا وتبدأ في تطوير أنظمة السياسية وأنظمة الاقتصادية، وتبدأ في تطوير المنظومة الأفريقية المتكاملة، سواء كان من خلال منظومة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي، إنها هي تصل مرحلة إنها تضع أجندة لخمسين عام، وإنها تبدأ في تنفيذ هذه الأجندة وتصير في خطوات زي ما قلت لك عملية، يعني آليات تنفذ القرارات وتنزل القرارات إلى أرض الواقع. أنا أعتقد أنه هو ده الليدنج